يا أولادي يا بناتي يا أحفادي، الخرابة شنو بيها؟ بيها أوساخ وقذارات وكل شيء قذر موجود بيها. فكذلك الإنسان إذا ما يكون في عقله في قلبه القرآن فهو كالبيت الخرب، يعني بجميع القاذورات. فالرأس أو القلب الذي فيه القرآن الكريم تكون فواحة بعطر القرآن، بعطر كلمات القرآن الكريم. وكما قال الشيخ الله يحفظه، احنا ما يكون ننسى القرآن، القرآن يكون دائما من نشوفه نسلم عليه نقول له السلام عليك يا صديقي القرآن. دائما القرآن خلوه صديقكم، لأنه القرآن يعني أولا يحسن لغاتكم، يعطي خزين من الكلمات العربية الصحيحة، وكذلك يربطكم بالله سبحانه وتعالى، لأن القرآن هو كلام الله. فعندما نريد أن نتكلم مع الله مباشرة شنو نسوي؟ نقرأ القرآن الكريم. وإن شاء الله كلكم ناجحين وكلكم ممتازين، وهاي الهمة اللي أنتم حفظتوا بيها القرآن خلال الشهر هذا إن شاء الله أنتم مأجورين عليه، مثل ما قال الشيخ أن مشاركتكم هي النتيجة الصحيحة الإيجابية إن شاء الله لكم. أحسنت حجينا. أنا ما أعرف المسابقات السابقة، كنا نحاول نصحح يعني إذا عندنا وقت، يعني باعتبار 3 دقائق أعتقد تكفي، فنعطي فرصة للتصحيح، وإذا ما صحح المتسابق تحسب عليه درجة. فإن شاء الله نبلش. يا الله يا الله. حسن علي حيدر راشد، بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا الصوت ما مسموع زين يمكن. والقمر إذا تلا والنهار إذا جلا والليل إذا يخصى والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوا فأكلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لقد الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. أحسنت أحسنت يا حسن، بارك الله فيك، ممتاز. أوكي نيكست. علي أحمد، علي أحمد موجود؟ هو مو اللي قرأ هو كان لو لا؟ حسن علي، إنه مو حسن علي قرأ. هذا علي علي شو طالع الاسم؟ علي راشد. هذا شوف اسمع الشاشة، علي راشد. هذا حسن. اسمي حسن علي. اسمك مضبوط. بعد هذا علي راشد. إذا نروح للبعد أعتقد الآن ما نشوف. لا، مريم الموسوي. مريم الموسوي موجودة؟
نعم موجودة. نعم الآن طلعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تكذبوه عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممتاز. ممتاز. ندى صفاء علي. أكو طالعة سيد سلام وفاء منصور ما عندنا اسمها وفاء. هي مريم اللي قرأت قبل شوية. أي قرأت مريم. هسه ندى صفاء علي. ندى ما موجودة يبدو. خوش. إذن علي أحمد وندى صفاء ما موجودين. ممكن يأتون لاحقا يعني؟ ممكن خلال الآن ما يخلصون القائمة ممكن بالأخير. أوكي ننتقل إذن إلى سورة التكوير. سورة التكوير راسيل إبراهيم. الأسماء اللي موجودة يتحضرون راسيل إبراهيم، ريحانة قاسم، زهراء سلمان، فاطمة أحمد السبيعي، مهدي الناصري، ميار الجوراني، ياسين قاسم، يونس هادي، تالي علي عبد الرضا. أوكي سو راسيل إبراهيم موجودة. راسيل إبراهيم موجودة. ريحانة قاسم. هي موجودة ريحانة. ريحانة بس خلينا نسوي لها. نعم موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم إذا طيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صارت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. اوكي ريحانة قاسم. نعم هاي يا ريحانة اللي قالت. ريحانة عفوا. راسيل ما موجودة. زهراء سلمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، إن هو وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ممتاز، أحسنت يا زهراء. فاطمة أحمد السبيعي. يبدو ما موجودة بالقائمة. أوكي. ننتقل إلى مهدي الناصري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا أسأس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش المكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلى أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. أوكي ميار الجوراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا موءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم صعدت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضمين، وما هو بقول الشيطان الرجيم. فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. الله صل على محمد وآل محمد. ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله. ياسين قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رأوه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم. فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. يونس هادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين.
وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله، أحسنت، ممتاز. عفوا فضيلة الشيخ، بس إذا تضيفون ودكتورنا العزيز أكو حوراء محمد سورة التكوير، هذا اسمها ما كان موجود. حوراء محمد سورة التكوير. نعم، أحسنتم. الله أوكي. بس يونس هذه خلصنا عنده. تالية علي عبد الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش عشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر بالعالمين ولمن شاء منكم أن يستعين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله، أحسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله، ممتاز يا تالية. حوراء محمد، يبدو عند الصوت، هو داخلين بس بدون صوت، خلي أبعث لهم أقول لهم لازم يدخلون الصوت. ماذا يسمعوكم؟ إذا أكو غيرهم تحبون تتجاوزوهم إلى بعدين ترجعوا لهم لو خلصوا. هم آخر شيء حوراء. وبالنسبة إلى فاطمة أحمد السبيعي ما رجعت ولا راسي لإبراهيم؟ لا. أوكي. بس ملاحظات على التلاوة، ما شاء الله كلش ممتاز التلاوة والحفظ ممتاز أيضا. بس بالنسبة إلى الآباء والأمهات خلي ينتبهون، بالنسبة إلى وإذا النجوم هنا وإذا النو مو وإذا الن، كأنه أكو يصير الضمة غير واضحة، الضمة لازم شوية يمد الشفة. وإذا النجوم نو، فكأنه من يصير تساهل بها تصير أشبه أو أقرب إلى الكسرة. وإذا النجوم. وأيضا بالنسبة إلى الجيم بعد لفظ بعد يعني الألف واللام، هنا لازم دائما تكون تلفظ الألف واللام تلفظ. وإذا الجبال، لأنه البعض مثلا وإذا الجنة، اللام لازم تلفظ وبعدين تلفظ
جيم، ما يصير نلفظ الجيم بدون اللام. وإذا الجنة، مو صحيح، وإذا الجنة، وإذا الجبال، وليس وإذا الجبال. المهم أنه القراءة ممتازة والحفظ ممتاز، وإن شاء الله يصير تعديل وتصحيح لهذه الأخطاء البسيطة إن شاء الله مع بعض الحركات. للجميع أنا أتكلم، ما أتكلم عن شخص واحد. شكرا لكم. الحاج أبو بريرة إذا عنده ملاحظات قبل ما ننتقل إلى القائمة الأخرى. هو تركيزكم جيد على مسألة حرف الجيم، هو من الحروف القمرية اللي الألف لام لازم تلفظ، ما دي صوروا أنه مثل الحروف الشمسية. أي. أحسنت. هذا خطأ شائع عند العراقيين. أي نعم. الآن ننتقل إلى سورة الفجر، والطلاب أو مشاركين إن شاء الله جعفر سعيدي، جعفر عتو، زينب رضا، شروق علي، علي إبراهيم، فاطمة القبنشي، كوثر هادي، مهدي إبراهيم، يمن الحيدري، لو أيمن الحيدري، يمن جيد، وفاطمة حبل المتين. المجموع 10. جيد. الآن نبدأ سورة الفجر بجعفر. عفوا حجينا العزيز، أكو حوراء دخلت. حوراء دخلت، نرجع حوراء محمد، بس خلي نسويها. سورة الفجر شيخنا بعد العاشرة. أوكي، ماكو شيء. حوراء جتي؟ اي نعم موجودة. نعم نعم. تفضلي يا حوراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشقت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الخنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضمير، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله، صلي على محمد وعلى محمد. ما شاء الله، ما شاء الله، ممتاز. العفو، إذا خلصوا وتحبون تشوفون منو يرغب يبدأ من الفجر مثلا حتى تخففون البقرة اللي بعد الإفطار، كيفكم؟ أي ماكو إشكال. بالنسبة لهذه الأسماء، جعفر سعيدي، جعفر عتو، زينب رضا، موجودين لولا سورة الفجر؟ لولا ما موجودين. يا اسماء العفو، جعفر سعيدي، سورة الفجر. نعدنا سورة الفجر وسورة النبأ. جعفر مو موجود. الآن جعفر مو حاضر هنا، مو موجود. سورة الملك جتي ألفا يمكن. سورة الملك ألفا موجودة. ألفا موجودة. أوكي جيد. إذا ننتقل إلى سورة الملك. سورة الملك. ألف سعيدي،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ممكن تعيدين الآية؟ قالوا بلى. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وسروا قولكم واشهروا به إنه عليم بذات الصدور. عم ولفت روحي إلى آية أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ممكن تعيديها؟ وإنما وإنما أنا نذير مبين. لا قل إنما العلم إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. لا تسكني عمك الله لا تسكني فيه حركة هنا. إنما العلم عند الله إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرون من عذاب أليم. عيديها. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. هو في ضلال. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. بس هناك مشكلة في حرف الجيم. هذه الجيم الشجرية. الشجرية. البعض يقرأها بالجيم الشجرية. أي نعم. والله من المغرب العربي يمكن مو هالشكل. أي نعم. أي نعم. هذا نعم. هذا السبب صحيح. حياكم الله. أحسنت يا عم مبارك الله فيك. ممتاز. ممتاز. كوثر عطالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اذهب عمو إلى الآية المباركة. وقالوا لو كنا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند صركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أحسنت. أكملي قوله تعالى. قل أرأيتم إن أهلكني الله، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين. ما شاء الله. أحسنت. ما شاء الله يا كفر. فتح الله عليكم. ما شاء الله. مريم عطالي. تفضل يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل
القدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اذهبي إلى الآية المباركة قالوا بلى قد جاء قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور أحسنت اذهبي إلى الآية المباركة أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم الله على محمد وعلى محمد هنيئا لكم ما شاء الله الطيبة المباركة ما شاء الله جميل أنا عندي قبل ما ننتقل إذا أكو مجال ننتقل بعد لو لا بس عندي ملاحظات أنا راح شوية أكون يعني بعض التفاصيل في ما شاء الله هنا التلاوة كانت جميلة جدا بالنسبة للثلاثي ألفة وكوثر ومريم يعني ممتاز وتطبيق لقواعد تجويد في معظمها ولكن في أكو أخطاء في بعض الأحيان قد ما نلتفت لها مثلا قد جاء مو ما يصير واحد يقول قد جاء هنا ما في إدغام يعني قد جاء بعدين مثلا الرح
الرحمن. الراء بها حالتين، إما تفخم وإما ترقق، يعني إما استعلاء أو استفال. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم، الراء في الرحمن وفي الرحيم تكون مفخمة فما ترقق، مو الرحمن الرحيم. أيضا المفروض الالتفات إلى بعض أو إلى حروف التفخيم اللي بعض، يعني مثلا رزقه مو رزقه، رزقه. لابد من الالتفات إلى حروف التفخيم وإلى حروف الترقيق، يعني حتى نوضح التفخيم عن الترقيق. تلاوة الثلاثي ألفة وكوثر ومريم ممتازة وأعجبتنا كثيرا، وإن شاء الله موفقين وإلى مزيد من التلاوة والحفظ. بارك الله فيكم. سيد ننتقل وين هسه حجينا؟ إذا تحبون تشوفون إذا أحد يحب يشارك من الفئة العمرية الأخرى. أوكي. الفجر والملك، الفجر والنبأ. بالي. أوكي. جعفر سعيدي موجود جاهز؟ سورة الفجر. يجوز ما فايت. لا مو موجود جعفر، يجوز بعد الإفطار. نعم. إيه نعم. أوكي. يمكن فاطمة موجودة، مو فاطمة هاي حبل المتين. فاطمة موجودة، فاطمة حبل المتين. هاي فاطمة بس ماكو لقب. فاطمة أخرى. فاطمة القبنشي موجودة أيضا على الفجر. يعني منه موجود من الأسماء التالية اللي يحب يشارك الآن: جعفر عتو، زينب رضا، شروق علي، علي إبراهيم، فاطمة القبنشي، كوثر هادي، مهدي إبراهيم، يمن الحيدري، وفاطمة حبل المتين. زين، فإذا ماكو واحد موجود وما ما يودون يعني المشاركة، من الأسماء الأخرى سورة النبأ. أم هسه فاطمة راح تجي. من موجود العفو؟ فاطمة حبل المتين. أوكي. حبل المتين موجودة. سورة الفجر عمو. تفضل يا فاطمة. فاطمة أنت معانا على الخط؟ راحت فاطمة. نعم. لا تفضل يا فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فأما إذا ما ابتلاه
وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول لا يا ليت لي قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز يا فاطمة، بارك الله فيك، ما شاء الله. مستعد العمو كلش. زين، من قائمة سورة النبأ أكو في حاضرين حسن رضا، حيدر الموسوي، جعفر حسين الحافظ. أكو شفت فاطمة دخلت الآن، ما أدري فاطمة القبنشي ممكن؟ فاطمة آيفون جوز القبنشي. فاطمة أنت منو عمو؟ فاطمة؟ فاطمة القبنشي؟ انتي فاطمة القنبنشي عمو؟ ماما فاطمة تسمعيني فاطمة؟ ما تسمع فاطمة. اذا تحب تقرأ الان لو اذا تحب بعدين تقرأ. فاطمة آيفون، العفو منو اللي متصل فاطمة آيفون؟ إذا ممكن الأهلها يتكلمون معنا. زين، اكو غير فاطمه من اللي يريدون يشاركون؟ خلي ممكن الاسماء، يمكن جعفر الحافظ موجود يبدو. اذا جعفر الحافظ، جعفر لو صادق هذا الطالع احمد الحافظ، مو جعفر. بس نعيد مرة ثانية حتى لأن أكو تقريب 5-6 فاتوا قبل خلال دقيقتين الماضية، من اللي موعدهم بعد الإفطار إذا أحد يحب يعني يقوم بالقراءة الآن بدل بعد الإفطار ممكن، لأن عندنا وقت. زين، بالنسبة إلى علي أحمد السبيعي ما حضر، وندى صفاء علي بالنسبة إلى سورة الشمس اثنينهم ما حاضرين. حاضرين الآن ولا لا؟ هذا شوف علي، علي علي إبراهيم عمو علي حبل المتين. أنت علي للنبأ؟
يعني تريد تقرأ الآن سورة النبأ؟ نعم. أوكي جيد. يعني حبل المتين نعم. أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. أحسنت. أكمل قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله مبارك فيك انت. اللهم صل على محمد وعلى آله. عفوا منو آمنة زيني؟ منو داخل آمنة زيني؟ متسابقة آمنة زيني اكو؟ أو أكو حيدر؟ عفوا السلام عليكم. أنا مو متسابقة بس دا أسمع. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا حيدر. إذا أكو أحد من اللي داخلين عنده متسابق عند بنته أو ابنه مشارك ويحب وبعده ما قرأ ممكن يبلغنا، ممكن يسوي unmute ويعلن عن ذلك. إذا يوجد أحد بعده ما شارك بالمسابقة وموجود الآن ويحب يشارك الآن. إذا ماكو يعني بعد ما تحبون نكمل بعد الإفطار مثل ما اتفقنا على 10:30؟ على 10:30 إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
إن شاء الله نكمل بعد الإفطار. إن شاء الله. إن شاء الله الساعة 10:30 إن شاء الله مرة ثانية راح ندخل على نفس القناة، اللي يحب يدخل يستمع أو يشارك أهلا وسهلا بي. شكرا جزيلا. حياكم الله. سنتم مجورين. شكرا لكم أجمعين. طبع الله أمانك. إيمان الله. الله معكم. مع السلامة سيد. مع السلامة. نعم شيخنا، كنا دا نقول انه نشوف اذا الاسماء اللي ما حضرت اول مرحله بس اذا تقروها نشوف بلكي اذا احد انضم الان حتى نمررهم ان شاء الله. بالنسبه الى مرحله حفظ سوره الشمس، حسن علي حيدر ومريم وندى صفاء لا. حسن, حسن علي لا. علي أحمد السبيعي ما قرأ أي نعم وندى صفاء هاي القائمة الأولى نعم الموجودين إذا موجودين الاسمين اللي ذكروا يا ريت لو يتكلمون علي أحمد السبيعي وندى صفاء علي إذا أنتم موجودين عمو قلونا نعم القائمة الثانية شيخنا القائمة الثانية سورة التكوير راسيل إبراهيم وفاطمة أحمد السبيعي أعتقد بس هذول الاثنين ما قرأ بس أكو أحمد دخل توًا خلينا نشوف هذا أحمد منه أحمد قف يعني والدهم أحمد السبيعي أكو فاطمة السبيعي أحمد السبيعي والثاني منه فاطمة ندى صفاء علي بالشمس مضى الأخوات فاطمة و... أي فاطمة علي أحمد السبيعي أخوان أيوه فاطمة أي نعم هو أحمد ووالدهم دخل الآن ما أدري شفت أحمد أنا ما أعرف أحمد أكو أحمد هل تسمعنا يا أحمد؟ يا أحمد تسمعنا؟ بأن أتوقع إذا تتوكلون على الله هذا الحالة نعم إذن نروح إلى قائمة حفظ سورة النبأ شيخنا تمام؟ أي نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذه الليلة المباركة والآن نبتدئ المسابقة القرآنية الجزء الثاني إن شاء الله ومع قائمة حفظ سورة النبأ الاسم الأول حسن رضا حسن رضا موجود إن شاء الله حسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله يعني أنتوا اثنين عمو نعم عفو أنت وأختك زينب مو إيه نعم إذن حسن سورة النبأ إيه وزينب سورة الفجر إن شاء الله بعدك يعني بس خلي أول مرة سورة النبأ نخلصها تفضلوا عمو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا
والكتاب والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يا حسن اذهب إلى الآية المباركة للطاغين مآبا. كمل. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت أحسنت ما شاء الله أحسنت يا شكرا. زينب تقرأ الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أعيدي. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب صب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين.
وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا كي تعيديها كلا إذا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا على كيفك عيديها على كيفك كلا إذا دكت دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان الإنسان وأنى له الذكرى فيقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثيق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إلى ربك راضية ارجعي إلى رب إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أحسنت يا الله نصلي على محمد وآل محمد ما شاء الله ما شاء الله طبعا نذكر الحضور أنه الكثير من المتسابقين هم خارج مونتريال يعني مثل زينب وأخوها من بوسطن وكان عندنا بالفترة الأولى كان عندنا كذلك ريحانة وياسين من بوسطن وكان عندنا تالية من أعتقد أوريغون في أقصى الغرب الأمريكي وسماحة الشيخ من مينيابوليس من مينيسوتا معذبية إحنا بوقت الإفطار تقريبا سامح الله يسلمك لا بالعكس هاي من نعم الله الله يبارك فيك أوكي سنرجع إلى صورة النبأ حيدر الموسوي موجود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا
جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. أحسن. اللهم صل على محمد. ما شاء الله أحسنت ما شاء الله. نذكر العفو نذكر الحضور إذا أكو أحد من المرحلة الأولى صورتي الشمس والتكوير وما شارك والآن موجود بس يخبرنا حتى نحجز مكانه رجاء. المتسابق الآخر جعفر حسين الحافظ موجود جعفر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم عيدها عمو من وين؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها شربا بردا ولا شرابا عيد من أول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
إن للمتقين مفازة حدائق وعنابة وكواعب أترابة وكأسا دهاقة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ويقول وقال الصواب وقال صواب صواب جيد ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله اللهم صل على محمد وعلى أحسنت ما شاء الله جاء أنا أذكرك من كنت صغير ما شاء الله كبران بس صادق أنت كبران صادق هو يا زين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيفك؟ الحمد لله يلا اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء شدادا ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا أحسن تكمل قوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. أحسنت، الله صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا صادق، ما شاء الله. فاطمة إبراهيم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. حيديها يا فاطمة. وجعلنا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الوحي. ممكن تهديها وجعلنا سي سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال. فاطمة. وفتحت السماء فكانت أبواب وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاعين مآبا لابسين فيها أحكابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء من ربك جزاء حسابا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا بآياتنا تمام كذابا. إن لكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وللمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأس دهاكا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا جزاء من ربك عطاء حسابا. من جزاء من ربك من ربه من ربك من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم تقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا فاطمة. ما شاء الله. محمد حسين سعيدي. محمد حسين سعيدي موجود؟
منار الموسوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا منار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إن يوم الفصل وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها لا يذوقون بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا رب السماوات والأرض وما رب السماوات لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ولا يملكون خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلا ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وقال الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا محمد حسين موجود. محمد حسين موجود. انتبهي دائما على همزة الوصل أنت قاعد تهمليها، يعني رأسا تروحين تسويها همزة قطع، بدير بالك يعني همزة الوصل هاي مثل الجسر تعبرين من كلمة إلى كلمة ثانية، هاي انتبهي عليها يا عمو. شكرا. محمد حسين موجود. يلا اقرأ يا محمد حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. أحسنت. أكمل قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يا محمد حسين طفلت آية: يوم يقوم الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله. حسنت حسنت يا محمد حسنت. كبران انتهم كثير ما شاء الله. هاجر عبتو. نعم تفضل يا هاجر. أعوذ بالله من الشيطان. نعم عندكم تلفزيون ثاني فاتحي أو تليفون ثاني بس خليه جهاز واحد الثاني الصوت المايك طفو إذا ممكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن أقدر أعيد؟ نعم سامحوني. أعوذ لو تبتعدين عن التلفزيون. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا ليلكم لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا سراجا وهاجا ممكن ترجعين وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها لغوا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إنهم لا يرجون حسابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا هاجر ما شاء الله. هيا آل تاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عما يتساءلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله سلمت ما شاء الله عليك ما شاء الله. العفو أكو مصطفى الموسوي موجود بصورة النبأ أي مسجلية إحنا أي موجود هو أنتوا سويتوا النبأ خويتوا النبأ أعتقد خلصتوا لا لا بعدنا أنا مخلي اسمه آخر واحد هو ها أوكي موجود أي مصطفى تفضل وين مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله صفاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
الزجاجة لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن اليوم الفصل كان ميقاتا مصطفى عيدها إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ولا يملكون منه لا يملكون منه غطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلا ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر الأمر المرء ما في يد ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد أحسنت يا مصطفى ما شاء الله بعد إذن الحاج أبو برير أنا أحب أعلق على القراءات جميعا تفضل شيخ صارت هواية أحسنت نخلي التعليقات للأخير دائما اللي يقرأ قرآن من يشوف ميم مشددة يمدها ثم نانا يمدها وإضغام بغنة لاحظت أنه أكثر من طالب يقرأ النهار هذه بلهجتنا إحنا العراقيين نفخ مرات هي النهار الراء تفخم بس النون والهاء ترققان النهار في هي مثلا عندنا هنا من نقرأ
فيه الكسرة اللي على ال يعني هاء كسرة هي ما نقدر نمدها إلا إذا أكو مد الصلة، إلا إذا أكو ياء وراها صغيرة يخلون فهنا تمدها تصير فيه، وإلا فهي فيه يعني كسرة مو ياء. وكواعب أترابا هنا ما يصير واحد يمدها، ما يصير واحد يقول وكواعب أترابا، لا هنا المد هو حركتين، وكواعب وكواعب. منه خطابة، منه خطابة، ما يصير نقول منه خطابة. بعدين مرات احنا من نلفظ العين ما نوضحها زين، العين لازم توضح. وأعنابا، وأعنابا باعتبار الهمزة والعين من الحروف الحلقية، بس لازم نميز بيناتها. ولهذا نشوف غير الناطقين بالعربية مرات صعب عليه يلفظ العين فيقول وأعنابا، يعني يسوي همزتين، بينما اللي متعلم يقرأ شوية عربي يعرف يميز وأعنابا. ذلك اليوم الحق، أكثر من واحد من عندكم قلقلوها بشكل صحيح وجميل جدا. وجعلنا نومكم، مرات شوي نستعجل نقراها وجعلنا نومكم، وجعلنا نومكم، وجعلنا نومكم سباتا. كانوا لا يرجون، شوي نملها، كانوا لا ير، كانوا لا، ما يصير نقول كانوا لا، لا لأن أكو واو. أيضا الضاد نركز عليها، الضاد اللي هي أخت الصاد، الض غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذال نلفظها بشكل صحيح بعيد عن الزال، الذال. أيضا وكذبوا، هاي كلها هنا نصير وكذ، وكذبوا، فتختلف عن وكذبوا. قراءة عموما أعتبرها جدا جيدة إلى ممتازة، وموفقين، وإن شاء الله من حملة القرآن ومن حفظة القرآن، وإن شاء الله ممن نقرأ ونفهم ما في القرآن. أحسنتم كثيرا. حجينا أبو هريرة، إذا عندكم أي تعليق تفضلوا. أنا كفيت وشهنا، الله يحفظك. نجي إلى القائمة الأخيرة، سورة الفجر، جعفر سعيدي. موجود. يا الله، تفضل يا جعفر، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راجية مرجية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أطلع علي عظيم. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنت يا جعفر، ما شاء الله ما شاء الله. طيب جعفر عدتو جعفر عدتو موجود؟ موجود. تفضل يا جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم بذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. ممكن ترجع إرم ذات العماد؟ كمل بعد إرم ذات العماد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون للأوتاد. كمل. وفرعون للأوتاد الذين جابوا الصخر بالواد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما ممكن تعيد وتأكلون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملاك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وإنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وإنى له الذكرى يقولون يا ليتني يقولون يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوفق وفاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحسنت، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله ما شاء الله يا جعفر، ما شاء الله. جيد. زينب قرأت شروق علي. نعم شروق، تفضلي يا شروق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق إرم إرم ذات العماد ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي شوية لا تستعجلين التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل وتأكلون التراث تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا هذه والملك يعني من الملائكة والملك صفا صفا ملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى الله عليه ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا شروق. الآن ننتقل إلى علي إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا علي تفضل. يا علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد يخلق مثلها بدون ضمة التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم
ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راجية مرجية فادخلي في عبادي ربك ارجعي إلى ربك راجية مرجية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله يا علي، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لك يا علي. فاطمة القبنشي أو القبنشي، فاطمة القبنشي موجودة؟ إذا ما موجودة فاطمة فكوثر هادي، وبعد كوثر مهدي إبراهيم، وبعد مهدي يمن الحيدر يتحضرون. فاطمة القبنشي موجودة؟ أنا موجودة. تفضلي يا فاطمة. مكتوب اسمي. أنا كوثر هادي. كوثر هادي. كوثر، تفضلي يا كوثر اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه قول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يوثق وثاقه أحد ولا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله يا كوثر. شكرا لك يا كوثر. مهدي إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا مهدي. مبين مستعد مهدي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن شوي على كذلك فيا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا دقيقة انتظر فيقول شوية مد فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحادون على الطعام المسكين وتأكلون الصراف أكلا لما وتحبون عيد عم وتأكلون الصراف التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت أرض دكا دكا وجاء ربك والملاك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنه الذكرى ويقول ليتني قدمت لحياتي يقول لا ليتني قدمت يا ليتني لا لا يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يتيك يسك وساقه أحد يا أيتها النفس ارجعي مطمئنة ارجعي لربك ربك Oh my goodness. It's okay. راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله. Thank you very much. شكرا يا مهدي. Nice. Very nice. يمن الحيدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا يمن. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله يا يوم ما شاء الله, ما شاء الله. شكرا لك يا يوم. بعد خلصنا بس فاطمة القبنشي ما موجودة كل ما أجت مو يعني شفنا فاطمة فاتت بس ما أدري منو تأكد سيد إذا أكو فبها إذا ما أكو حتى نشوف أكو فاطمة عندنا بس وين أكو فاطمة الزهرة إبراهيم وأكو فاطمة واحدة ثانية نريد فاطمة القبنشي حتى تقرأ وبالنسبة لل ممكن مستمعين جوز. ممكن جوز. ملاحظاتنا على اللي قرأوا صورة الفجر ما شاء الله كلهم ممتازين وإن شاء الله يكونوا من أصحاب النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها راضية مرضية فلازم نعرف أنه من نقرأ سورة الفجر أنه نكون من أصحاب النفوس المطمئنة أن نعمل لله سبحانه وتعالى. ملاحظات الملاحظة الأساسية اللي أعتقد أنه على جميع الآباء والأمهات أن يلتزموا بها أن يخلون أبنائهم وبناتهم يستمعون للقراء مهما كانت قراءة الأب أو الأم جيدة لن تصل إلى درجة قراءة القارئ يعني القراء المعتبرين القراء المعروفين لهذا الاستماع إلى القارئ أفضل وإذا يشوف خطأ عند ابنه أو بنته يقول له ارجع استمع الفضها مثل ما القارئ الفضها إلا إذا أنت متأكد أنه تعرف شلون القارئ الفضها من حيث التفخيم الترقيق إلى آخره فضروري مثلا البعض يقرأ وليال عشر لا يوجد مد وليال عشر والفجر هنا أكو قلقلة صغرى بالجيم والفجر والكسرة تصير كلش خفيفة يعني كأنه والفجر يعني لا تكاد تلحظ وثمود الذين ما يصير نقول وثمود الذين وثمود الذين لا يوجد مد فأكثروا فيها شوية يعني ما بها مد يعني الغير طبيعي أو فأكثروا يعني دائما نفرق ما بين الراء المضمومة رو والراء مضمومة وراها واو يعني راء ضم رو را ضم واو رو شوية أكو بها مد يقولون مد حركة وادخلي هنا سورة الفجر فيها الكثير من القلقلة حجر يخلق مثلها في البلاد بالواد
الأوتاد عذاب، هذه كلها قلقلة كبرى المفروض واحد يلتزم بها. مبتلاه قلقلة صغرى، مبتلاه تحاضون، البعض منكم قراها صحيح، مد ستة حركات لأنه بعد الحرف المد يوجد حرف مشدد. يومئذ بجهنم، هنا أكو ميم مخففة، يومئذ بجهنم. وأيضا لما، وليس لما، البعض جاي يخلط ما بين الترقيق والتفخيم، يعني التفخيم هي مثلا قا قا صا خا خا ط. أما من نشوف بقية الحروف لازم نعرف شنو حروف التفخيم شنو حروف الترقيق ونطبقها. لما جم صف مصفى أو جم. بعدين أكو ملاحظة أخيرة، ألم ترى، لو ألم ترى، هنا الراء تفخيم، تاء ترقيق، والراء فتحة تفخيم، يعني ترى ترى مو ترى ترى. ألم ترى كيف فعل ربك. فالقراءة عموما جدا جيدة إلى ممتازة، وأنا جدا سعيد أن سمعت الطلاب والطالبات، ما شاء الله قراءة جميلة جدا. فإن شاء الله الكل يحتاجون شوية تحسين للقراءة، استماع إلى القارئ والقراءة مثل القارئ. وفتح الله عليكم جميعا ووفقكم جميعا. حجينا أبو برير، أنا آسف يعني أخذت كثيرا، تفضل. أجملتم كثيرا، بارك الله فيكم، الله يحفظكم ويعافيكم، إن شاء الله موفقين جميعا. سيدنا خلصت بعد ماكو يمكن مو الطلاب كلهم، بس القوائم اللي عندكم. فإذا كم واحد اللي ما سمعوا من الموجودين عندكم؟ عندنا يعني علي أحمد السبيعي وندى من قائمة الشمس، وراسيل إبراهيم وفاطمة أحمد السبيعي من قائمة التكوير، ويبدو أنه فاطمة القبنشي عندنا هنا بالفجر، فاطمة القبنشي من قائمة الفجر. أي واحد موجود على الزوم إذا موجود يا ريت يتكلم قبل ما ننهي البرنامج. لأن يبدو غير موجودين. أحسنتم كثيراً ومأجورين، تقبل الله أعمالكم شيخنا ودكتورنا العزيزين، تقبل أعمالكم، الله يحفظكم، الله خير سيدنا، جزيلاً شكراً لكم جميعاً على حضوركم ومشاركتكم، ونرجو لكم تقبل الأعمال إن شاء الله. أي كلمة أخيرة عندكم فضيلة الشيخ أو حجينا الدكتور؟ يعني أنا دائما أقول هذه مسابقات القرآن مو مسابقات حقيقية، أنه الكل هم فائزين، الكل هم فائزون لأنهم شاركوا في القرآن، الكل فائزون لأنهم اهتموا بالقرآن. والمفروض أيضا ننطي جائزة للآباء والأمهات أو من منهم اللي حفظ ابنه وبنته، يعني يشاد بهم أيضا، خصوصا اللي عندهم أكثر من ولد. فالاهتمام بالقرآن، يعيشون أجواء القرآن، فهم القرآن، تدبر القرآن، كلها إن شاء الله خير وبركة، وكل هم فائزون إن شاء الله لأنهم شاركوا في المسابقة وشجعوا غيرهم على المشاركة إن شاء الله. والمفروض اللي ما شارك يشد حيله ويشارك ويقرأ، بغض النظر عن من المتميز الأول أو الثاني أو الثالث، كلهم فائزين بنظرنا، وإن شاء الله موفقين، وكلهم نعتز بهم ونفتخر بهم. وأسعدتمونا بقراءتكم، وأنا سعيد جدا يعني بهذه القراءات الجميلة والتلاوات اللطيفة جدا. وأتمنى لو أنا كنت أقرأ مثلكم في عمركم، يعني أنتم أحسن من عندي الآن، إن شاء الله أنتم كبرون وصيرون أحسن من عندنا، وصيرون أساتذة في القرآن إن شاء الله وحملة القرآن.
أحسنتم شيخنا. أحسنتم. دكتور أبو برير حجينا العزيز. دكتور على ميوت يمكن. الآن؟ نعم تفضلوا. إذا عندكم كلمة ختامية. أود أن أكرر ما قاله الشيخ من شكرنا وتقديرنا للذين بذلوا الجهد في التدريب وتعليم الأبناء، وكما تعلمون أن القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي لتعلم لغتنا العربية الصحيحة على قواعدها وأصولها الصحيحة، لأنه مهما نكون إحنا كآباء كأمهات بالتأكيد عربيتنا قد تكون ليس بالمستوى الذي نستطيع أن نوصلهم إلى مستوى القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو خزين من الكلمات العربية الفصيحة، بل أن اللغة العربية هي من تصحح قواعدها وأصولها على القرآن الكريم. فمهما كلما اقتربنا من القرآن الكريم، كلما علمنا أبنائنا على القرآن الكريم، كلما تعدلت لغتهم وأصبحت عندهم الفصاحة في هذه اللغة، وأيضا الارتباط بالقرآن الكريم هو ارتباط بالتراث، تراثنا الإسلامي، لأنه هو الباب الذي يفتح على مصراعيه لتراثنا الإسلامي. حقيقة لو ابتعدنا عن القرآن الكريم فإننا سنبتعد عن تراثنا الإسلامي ويصبح عندنا غريبا هذا التراث. وكما تعلمون احنا في عالم الغرب مصادرنا في اللغة العربية ضعيفة ما عدا الأم والأب، فلذلك احنا حقيقة كناس عملنا في التربية نطالب الآباء والأمهات أن يكونون قريبين من القرآن الكريم في خصوصا في عالم الغرب، لكي نحافظ على لغتنا العربية لغة سليمة إن شاء الله، لغة التخاطب في الجنة. وأحسنتم كثيرا وبارك الله فيكم. أحسنتم دكتورنا العزيز، شكرا جزيلا، تقبل الله أعمالكم أجمعين إن شاء الله، لكم سحورا شهيا وصياما مقبولا إن شاء الله. وأمشي السحور شهي. أحسنت يا سيد. أمشي تقبل الله أعمالك وأعمالكم. الله يبارك أجورين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مالا في دعاة الله شيخنا. الله معكم. يا مالا يا مالا سيدنا يا مالا سيدنا يا مالا الله معكم. بسم الله.